طيب هل بيستخدم في التخسيس كمان؟ يعني سلايت ده قصه والتخسيس دي قصه ثانيه. التخسيس لو واحده عايز تفقد وزنها بس ممكن يكون ما عندهاش سلايت، هل هيفيدها برضو ولا لا؟ في ناس عندها بتبقى حتت زي اللاف هاندلز، هي بنعملها اذابه موضعيه للدهون عن طريق بقى، دي ما بنسميهاش ميزوثيرابي قد ما احنا بنحقن حاجات مذيبه للدهون في اماكن معينه، زي عندنا بنسميها اللاف هاندلز او البانانز، اللي هي الحتتين اللي دايما بيبقوا فوق البنطلون او فوق الكاميرا بتاعه الجينز، اللي بيخلي الواحد مش عارف يلبس حاجه من فوق براحته، او ساعات في الانر سايز السيدات بتبقى في الفخذين من جوه في الاعلى بتبقى في حتتين برضو فيهم فاتس، مش تهدل، بيبقى فيهم لا دهون. وفي حتت معينه بتبقى مثلا موجوده في الدراعين من ورا، اللي هي بتبقى موجوده في الظهر من ورا في الدراع، برضو الحته دي بنعملها ميزوثيرابي بحاجات مواد بتذيب الدهون. ودلوقتي برضو ميزوثيرابي بيستخدم لاذابه الدهون الموضعيه في الرقبه، اللي هي بتبقى فيه باوتش كده، ممكن فعلا ميزوثيرابي يجيب نتيجه فيها، ودي بتتشد بعد كده باجهزه معينه بتدي نتائج هي في 3 جلسات. حلو قوي. طب كلميني اكتر يا دكتور عن استخدامات الميزوثيرابي للبشره، يعني ممكن يعمل نتيجه كويسه لايه كمان؟ مثلا هل مثلا حالات السودة مثلا، هل لو بشره مثلا محتاجه نضاره، ولا هو بيفيد في ايه بالظبط؟ هو دلوقتي بقت حاجه اسمها كومباين تريتمنتس، يعني مثلا لو انا بحقن بي ار بي مع ميزوثيرابي مع اللي هو جلسات البلازما مع الميزو، اكيد بتدي نتائج افضل جدا للهالات السودة ولنضاره البشره. وساعات بحقن حاجات معينه لاغلاق المسام المفتوحه، يعني في ناس عندها مسامات مفتوحه جدا في الانف، فبحقن حاجات معينه بالدور ما بين عشان خاطر المسامات تنقبض تقفل شويه، الاوبن بورز بعد ما نقوم بتنظيف البشره بطريقه معينه بنوع معين من التقشير بنحقنها ميزوثيرابي عشان تنقبض وتقفل. وفي ساعات بحقن الميزوثيرابي للوش لما في نضاره، ما فيش نضاره، يعني اللون مش عاجبني، يعني هي نفس تقول كده لوني مش حلو في المرايه، لونها شاحب. وفي غير الهالات السوداء في بقى ساعات وشها مرهق، البشره كده تبقى دل زي ما بيقولوا بالظبط كده، فبنحقنها حاجات لان هي فيها امينو اسيدز احماض امينيه، وفيها فيتامينز كوكتيل فيتامينز معين، وفي حاجات بتعالج التصبغ زي فيتامين سي. ودايما اما بحقن حد ميزوثيرابي وقته بتحرقني شويه ببقى عارفه ان ده فيتامين سي هو اللي عالي في التركيز، عشان كده كل حاله بيتعمل لها كوكتيل الخاص بيها. طبعا هي الفايلز تجي لنا هي مصنعه في شركات ادويه، بس الكونسنتريشن بقى التركيز لكل بيشنت لكل عيانه مين هو ده اللي الدكتور بيحدده. صح. يعني مش كل الناس تاخد السيم ميزوثيرابي، اكيد طبعا، يعني تقول لك انا خدت ميزوثيرابي وما حسيتش بحرقان ولا حاجه، ما هو انت مش المفروض ان الجرعه بتاعت اي شخص بتختلف عن تاني، من راجل لست للسن، انت بيضه ولونك حلو، انت محتاجه مثلا نضاره، ما انتيش محتاجه انك تبذلي بقع، فمش هحط لك فيتامين سي كتير، هحط لك حاجات تانيه اقوى. صح. وبتاع الشعر طبعا بيبقى مختلف تماما بقى، ده بيبقى كوكتيل ثابت والله، ده بقى ما فيهوش اختلاف. طب ليه؟ طب انا كنت متصوره ان الشعر هيكون مختلف للرجال عن الستات. لا، هو الرجال عن الستات طبعا، حتى البخاخات بتاعت الرجاله مختلفه عن الستات، مظبوط. لكن هو الميزوثيرابي للسيدات بيبقى عاده ثابت، ما بقاش هي بس الفرق في الجلسات، الفرق بين هل هتجيلي جلسه كل اسبوعين ولا كل جلسه كل 3 اسابيع، هي دي اللي بتفرق، لكن فيما عدا ذلك بيبقى تقريبا كوكتيل الشعر ثابت. تمام. طيب يعني احنا مثلا بنقول كل اسبوعين 3، طيب امتى اقلق واحس ان لا ده مش جايب معايا نتيجه؟ يعني حضرتك بتقولي كل واحد مختلف، بس ازاي نقدر نعرف لا ده كويس اكمل فيه ولا لا من تاني خلاص جلسه؟ مش من تاني جلسه ممكن احس اول جلسه اول جلسه بتقعدي بعدها 3 اسابيع تعملي تاني جلسه، لو بعد تاني جلسه باسبوعين حسيتي انك انت مفيش مش حاسه بنتيجه او مش حاسه بفرق، يبقى ده ساعتها تقدري تقولي انك انت لا مفيش تقدم، او الكوكتيل ده مش مناسب ليكي، او التريتمنت ده مش مناسب، انت عايزه ترجعي لحاجه اقوى. يعني مثلا سقوط الشعر في السيدات اللي هم عندهم 40ات مثلا، ده لا يمكن اعملهم ميزوثيرابي بس، ده بضطر الجا للبلازما، لان البلازما اقوى. الميزو ممكن في السن الصغير، طبعا البلازما اقوى، لكن الميزو ممكن في السن الصغير على طول، لكن ساعات او السن المتقدم مثلا فوق ال 35 بتبقى اوريدي سقوط الشعر ده ببقى خايف يدخل معايا العامل الوراثي، يعني يكون في سقوط شعر وراثي، فده مش هينفع معايا فيتامينز، ده انا بقى باخر عامل وراثي، فعشان اخر عامل وراثي ده لازم يا اما الجا للبي ار بي اللي هو البليتليت ريتش بلازما، تمام، او ان انا احقن ستام سيلز على حسب هحقن مين فيهم عشان خاطر اقلل سقوط الشعر، لان انا عندي عامل وراثي خايفه يكون دخل معايا في اللعبه زي ما بيقولوا، مش مجرد بقى ضعف فيتامينز او ضعف. في ناس خلي بالك بتعاني من كل الحاجات دي لما بتفقد وزن، طبعا فقدان الوزن الصادن كتير في فتره قصيره ده بيوقع الشعر تماما، بيوقع الشعر تماما، يعني الواحد بيبقى فرحان ان هو خس، لكن مع الاسف بيلاقي نفسه ان هو محتاج يعالج نفسه بقى من شعره وبشرته. وانا دايما بقول لكل الناس اللي بتلجا دلوقتي لعمليات مختلفه في سواء في الجهاز الهضمي عشان فقدان الوزن، يا ريت على طول تتابع مع دكاتره الجلديه في موضوع سقوط الشعر، طبعا، لان يعني كل العمليات دي بتؤثر على امتصاص الفيتامينز المهمه للشعر، اللي هي عمليات تحويل المسار، عمليات التكميم، عمليات التدبيس، البالون، وات ايفر، كل الحاجات دي بتؤثر على الشعر بصفه كبيره.